السلام عليكم. السلام عليكم. كنت عايز اسالك بس، ما عندكش شغل للليفل؟ اي شغل صغير شغال ازاي؟ لا هو مش صغير، هو اللي مقرمت في نفسه كده. نعم بكم سنة؟ صراحة شقي قوي وانا عايز يتعلم اي حاجة، حتى لو مش هياخد. انا مش فكرة ان انا جاي شغاله عشان فلوس يعني، انا بس عايزه يتعلم، وكمان عشان شقاوته بقى واللعب في الشارع. شقاوته؟ لا ما هو يجي هنا يبهدل الدنيا. لا لا ما انت بقى خلي بالك منه كده وشد عليه. خلاص تمام، متعملش شقاوه. مع السلامة. ماشي ماشي يا حوت. ماشي. السلام عليكم. السلام. بقول لك يا ده محمود، عايزك تخلي المحل ده كده زي الفل. يلا رص الحاجة، يلا اخرس بسرعة، انت هتوقع الحاجة من الاولة تعيد اليالا. تاني مش هينفع. انا بحبش الطريقة دي، انت تعيد الحاجة عشان ما اطلعكش. ابراهيم مالك يا مالي اللي معادك زعلان كده؟ مفيش حاجه. انت عامل لك حاجه؟ شغل كويس يعني؟ طب يلا بقى عشان نروح. عليكم السلام. عامل ايه؟ تمام الحمد لله. انا جبته لك. ازيك يا حود، عامل ايه؟ مبسوط طبعا في الشغل. ايش يا علوش، ما تتشقاش. لا ده انا مدلع اخر دلع. خلي بالك عليه بقى عشان هو طيب وغلبان، ولما حتى بيزعل ما بيقولش اي حاجه لحد. ماشي خلاص. يلا عايز حاجه؟ خلي بالك على نفسك. يلا يا محمود امسح المحل، احنا كل يوم هنقعد في الوجع على الدماغ ده. خلص يا ابني بسرعه، انت مش هارب كده ليه؟ انا بقول لك امسح مش يخلص، بقول لك امسح امسح امسح. اللي انت بتعمله في الواد ده، اللي انت بتعمله في الواد ده، ده اللي انا جايبه لك وبقول لك خلي بالك عليه. يلا يا انت صاحب بني ادم زباله، انت ما عندكش عيال؟ ابو شكلك